مرحبا يا جماعه، نحن عم ندور على كينان وبعد شوي بنحكي لكم ليش. اليوم رح احكي بداله ورح اقول لكم انه حطوا لنا لايكات اذا حبيتوا المقطع، بعثوا لرفقاتكم واحكوا لهم ان حبل الكذب كثير قصير، كثير كثير قصير. ولا تنسوا الاشتراك بالقناه وتحطوا لايك لهذا الفيديو. وهلا يلا حلقه جديده. لك شو هالحكي هاد؟ مثل ما عم قلك بالحرف، انا اوفى من الكلب، وفي وما بيخون. لعما يا زلمة، انت شو بتاكل وبتشرب لحتى هيك صرت ما بتحب النسبون؟ ايه انا اذا ما حكيت باليوم 20-30 بنت باليوم ما بقدر اعيش، ما بقدر اتنفس، ما بقدر اسمع صوت زقزقة العصافير. اتفو اتفو لا، ومن قلع برات بيتي، انا ما بيشرفني هيك واحد يفوت بيتي. انقلع يا استاذ. شو بك ولا؟ عم تقلعني؟ لك انا بهلول اخبى واحد اذكى واحد بين رفقاتك. انا اسف، شكلي تحمست مثل المسلسلات، بس اهم شيء الوفا، فهمان ولا جحد؟ اي يا عمري، انا بحبك كثير وانتي بتعرفيني قديشني كلب عندك، قصدي وفي. وفي خير الله. ليك حبيبتي، برجع بحاكيكي. باي باي. الو، ايه يا روحي وقلبي، انا اسف كنت عم بحكي مع خالتي، لانه جوز بنت خالتي مرضان. يا حرام يا حرام، الله يشفيها يا حبيبي، ان شاء الله تحسنت. هلا محتاجه 17 عمليه وما مع خالتي، ليكي لازم ننقذها باي طريقه. شو بتنصحيني؟ شو رايك اعطيك؟ ايه بعطيك. لك ايه بعطيك طريقه شفتها على اليوتيوب. شو رأيك تعمله تنفس اصطناعي من تمه؟ تلحسي انفي، قصدي تلحسي قلبي يا عمري، ما بتزبط. شو رأيك تعطيني ذهباتك ببيعهم، وبعد شهر بشتري لك احسن منهم؟ يا عمري، لأنك كلب وفي رح اعطيك كل ذهباتي. هيك ها، هلأ جاي اخذهم للذهبات. ايه انا مو بس كلب وفي، انا كلب رومانسي كتير كمان. يا الله يا الله يا كينان، قديشك رومانسي وتامر حسني انت. ايه عدي على اصابيعك حبيبتي، انا مو بس تامر حسني، انا تامر حسني وسيف نبيل وعمر دياب، وعندي اجومس رومانس بالعالم كله. يا حبيبي، في بصوتك بحت خرط، قصدي بحت حزن. ليش يا عمري؟ ايه والله حزين يا تسنيم، انا حزين كتير، ما حدا عم يديني مصاري. يا حياتي يا باطل، معقول معقول انا حبيبتك وانت تفلس؟ حبيبي رح ابعت لك كل رصيدي. عن جد؟ ليش كم مليون في برصيدك؟ لك شو كم مليون ولك غبي، كل اللي فيه 25,000. قال شو؟ قال الكذب مو مفيد. ليك الكذب شو عمل لي؟ بس اهم شيء اني وفي ورومانسي كتير 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 رومانسي. الكذب قال ما بيعرف انه حبل الكذب قصير، كتير قصير. حبيبتي بعثت له المصاري المزوره وصارت عنده، وانا كمان بعثت له الذهب المزور وصار عنده. وهلا شو صار لازم نعمل يا شريكتي؟ مثل ما لو مفكر حاله ضحك علينا ومصاحبنا، صار دورنا نتصل بالشرطه وتكبس عليه. حبل الكذب طلع كتير قصير، الله لا يوفقهم. عملوها فيني هدول البنات من فريق تمبر فور، يلي موجود رابط قناتهم بصندوق الوصف، روحوا على قناتهم وشوفوهم شو بيعملوا هدول الشياطين، الله لا يوفقهم. وبدي لكم ابعتوا هذا الفيديو لكل رفقاتكم يلي بكسبوا، وذكروهم بشي موقف وقولوا لهم حبل الكذب كتير قصير، كتير قصير حبل الكذب. عشان امراك امشي اشوف امراك سيدي امراك سيدي.